الطبيعي بتاع الحياة إن هو رجل وامرأة، يعني الحياة رجل أو امرأة، لذلك مطلوب من كل طرف إن هو يتعرف على الطرف التاني، ده لو عايز إن هو ينجح ويعرف إزاي يتعامل معاه وينجح بعلاقته بيه. في كل أنثى كده صفة تشد كل رجل عن التاني يعني، والكلام ده نفهمه دلوقتي وإحنا داخلين في موضوع حلقتنا. وخلونا أرحب بكم سريعا وأدعو اللي مشتركش في القناة إن هو يشترك، وريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. رجل برج الحمل، في صفات كده في الأنثى تشده قوي للأنثى عامة. أول صفة أو من أهم الصفات دي الثقة في النفس. الأنثى المهزوزة قلنا قبل كده رجل وامرأة برج الحمل على حد السواء، ممكن يتعاطف معاها ولكن ما يعجبش بيها دايما قوي. كرجل برج حمل يحب الأنثى اللي عندها الثقة في نفسها والكريمة أو الشجاعة، يعني كل الصفات دي صفات محورية أوي تجذب رجل برج الحمل لأي أنثى. أما رجل برج الثور الهدوء، يحب الهدوء أوي في الأنثى، صفة لا غنى عنها، ويتضايق أوي من المجنونة المهووسة اللي كل ساعة برأيه واللي كل ساعة في حال. رجل برج الجوزاء العكس تماما، يحب الأنثى اللي هي أقرب للجنون. طبعا الصفات دي ما تأفوريش فيها كأنثى، يعني كل حاجة بالعقل برضو بتبقى أفضل وأحلى. يحب الأنثى اللي هي تتجنن معاه أوي، اللي هي مجنونة ما عندهاش بقى منطق ولا منطق والكلام ده، وينفع أو ما ينفعش. يحب الأنثى اللي هي تنطلق معاه في العالم الجنوني بتاعه. رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك، وياريت تشاروا على قد ما تقدروا. أي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد ده نصاب، يا ريت تعملوا له بلوك. رجل برج السرطان، احنا قلنا قبل كده دايما بيدور على الانثى اللي يرتبط بيها تكون شبه والدته، الحنيه، يحس قوي منك بالحنيه، مطلوبه قوي. برج الاسد بقى فيحب قوي الشقاوه في الانثى عامه مع سنه غرور كده، يعني الانثى تبقى طيبه متواضعة زيادة عن اللزوم. مع رجل برج الأسد ما بتاكلش قوي، حتى هو لو ما اعترفش بكده فإحنا بنقول لك كده وطبيعته كده وميله للأنثى، المحور بتاعه عشان يميل للأنثى الصفات دي بتشده قوي. مع مجموعة صفات عامة بيشترك بقى فيها معظم الرجال أو كل الرجال، ما احنا خدنا حلقات الصفات اللي يحبها كل الرجال، بس احنا هنا بنخصص ونخصص أكتر وأكتر عشان المعلومة تكون أدق والمعلومات تكون أكتر وأكتر قدامك كأنثى. يعني رجل برج العذراء يحب قوي أو من الصفات اللي تشده قوي الطموح والواقعية، يعني الرومانسية اللي هي ممكن أوفر زيادة عن اللزوم، يعني ما يحبهاش رجل برج العذراء، يقولك أنت تافهة وبتاعت وجع دماغ، وصدقوني الحاجات دي بسيطة ولكن جوهرية قوي مع رجل كل برج. احنا بناخده في حلقة النهاردة، لازم انت كأنثى يعني عايزة تعرفي ازاي تتفاهمي مع هذا الرجل اللي في حياتك تكوني ملمة بيها قوي وعارفاها وما تغيبش عنك. اما برج الميزان فيحب قوي الأنثى الرومانسية، تخيلوا قوي، يعني العكس هنا عن رجل برج العذراء والشيك الشياكة. يعني ممكن أنثى تقولي ما كل الرجال بتحب كده، انا قلت فعلا كل الرجال بتحب الصفات اللي احنا قلناها دي ولكن بدرجات، يعني ممكن تلاقي رجل ما يفرقش معاه الانثى الرومانسيه قوي عكس رجل برج الميزان، كل ما تكون رومانسيه قوي تشده قوي تاثر فيه قوي، يبقوا متفاهمين قوي، وكل ما تكون شيك وبتهتم بالمظهر بتاعها والميك اب وكل يوم قصه وتسريحه تفرق مع رجل برج الميزان. ممكن مع رجل تاني ما تشدهوش قوي، لا عنده اولويات تانية، عنده صفات تانية هي اللي بتحركه. الرجال بتختلف، تتفق في أشياء معينة خدنا حلقات عنها، وتختلف بقى في حاجات بسيطة كده بنوضحها للي عايز إن هو يفهم أكتر طبيعة الرجل، اللي هي طبعا كأنثى بقى تفهم طبيعة الرجل أكتر اللي هي مرتبطة بيه أو بتفكر إن هي ترتبط بيه. برج العقرب فالذكاء، الذكاء ثم الذكاء ثم الذكاء، والعكس صحيح، الغباء ما تلزمنيش أو يعذبها ويجننها ويشوف نفسه عليها. يحب أوي الأنثى الذكية أوي أوي، والذكاء معروف مش محتاج إن احنا نتكلم فيه ولا سيما بقى تتعامل معاه بذكاء. ورجل برج العقرب من الرجال اللي ما بتحبش كل ما تطلب حاجة تلاقيها، تحب إن هي تعمل مجهود كده على ما تفوز بالجايزة عشان تحس بطبعها. وممكن انت ترد عليها دلوقتي
تكون يعني انثى او بنوته لمضه شويه، تقول لي يا محمد ابو زيد، ما كل الرجال بتحب الحاجه اللي هي تتعب عشانها. اقول لك لا، في رجال ما عندهاش صبر، وفي رجال درجه حبها لا تقارن بدرجه حب رجل برج العقرب. ده عنده هوس، ده مجنون، عنده جنون العظمه بحاجه زي كده. لما نتكلم عنه تحديدا، رجل برج القوس بقى يحب الانثى اللي هي التلقائيه، اللي ما هياش انطوائيه، اللي هي بتاخد وتدي، عارفين كده، نقول بالمثل المصري الولافه، اللي هي بتولف على الجميع يعني بسرعه، يعني مش بتولف بقله ادب يعني، ولكن عندها سهوله كده وبساطه في التعامل والتعارف على الناس، تدخل جوه عيلته وتتعرف عليهم وتقربوا من عيلتها والاصدقاء، يحس ان هي انثى كده مش معقده، مش كلاكيع، مش عقد يعني فوق بعضها. يحب الانثى السلسه بين قوسين، نقدر ان احنا نترجم المعاني دي في النهايه، الضحك، الهزار، الفرفشه، حب الناس. اللي ما يحبش بقى انت تتكلمي تقعدي تقولي له حصل لي من سنتين مش عارف حادثه، ومين مات ومين راح، والمستقبل اسود ومتكركب. رجل برج القوس يحب العكس، ما يحبش ده. رجل برج الجدي ممكن يحب منك كده، يحب ان انت تحكي له تاريخي بعقدك، ما عندوش اي مشكلة، يحب قوي الانثى اللي يحس ان عندها طموح وكارير وهدف وبتسعى وعندها اصرار ان هي تصل اليه. برج الجدي يحب الانثى المتحكمة في نفسها، مش اللي عندها بتدلقه وبتجيبه مرة واحدة كده، تجيب كل اللي عندها مرة واحدة. هو رجل يمكن عكس الرجال النارية بشكل كبير قوي. رجل برج الجدي لا، اتحكمي في نفسك قوي، حتى لو بتحبيني قوي بحب انا كده واتلذذ من داخلي بكده. حتى لو انت دلوقتي مرتبطة برجل برج جدي، كلمتيه بعد الحلقة وقلت له في واحد يعني على اليوتيوب خبير علاقات ويا براك بيقول ان رجل برج الجدي عايز المتحكمة قوي في نفسها، حتى لو رد قال لك ده كلام فاضي، تأكدي ان هو بيغشك بيكذب عليكي. لا، هو جواه بيحب كده، والا يا اما هو مش عايز يقول لك نقاط ضعفه، يا اما هو مش فاهم نفسه، ولكن دي لها تأثير قوي جدا على هذا الرجل. رجل برج الدلو بقى عايز الانثى اللي ما تدققش معاه، يعني تدي له مساحه، وقلناها قبل كده، والدبلوماسيه، يعني تتعامل معاه بفلسفه يا تقنعني يا اقنعك، عندها سياسه، مش غشيمه في الكلام وتهب بسرعه وتزعق وتعلي صوتها والكلام ده. يحب الانثى المتفاهمه قوي. اذا انت كانثى بتسالي عن السلاح القاتل لاذابه قلب رجل برج الدلو تحديدا، كوني صديقة لي، كوني مستمعة جيدة ومتفهمة لكل ما يقول، لها تأثير قوي جدا على شخصية الرجل ده. رجل برج الحوت آخر الرجال معانا، الرقة ثم الرقة ثم الرقة. في بعض الرجال موضوع الرقة يعني مش في الأنثى الطبيعي العادي، مش شرط تكون الأنثى يعني رقيقة أو زيادة عن اللزوم. مع رجل برج الحوت مطلب أساسي، لو انا رجل برج حوت وبتعامل معاك لاول مره وحسيت ان انت بقى، سواء كنت، بلاش نضرب امثله بنساء الابراج، لو لقيتك في التعامل كده رقيقه قوي كده زي البسكوته، ما اقدرش اقاومك، انام واحلم بيكي واقوم وبقى عايز اشوفك واما اتكلم معاكي. حتى الرقه في نبره الصوت وانت بتتعاملي مع رجل برج الحوت بتشده، ومطلوبه جدا وليها تاثير قوي جدا على طباع هذا الرجل. اكتبوا لي كل آرائكم في الحلقة دي، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم كمان من خلالها. شيروا على قد ما تقدروا لو شايفين الحلقة دي مفيدة. الفيسبوك، الانستجرام، قنواتنا التانية كورة للفضفضة، يا ريت كمان عشان بنعمل لايفات باستمرار، تشرفوني بالانضمام ليهم، وإلى اللقاء.